وحشتوني. دونك حاولت نصور لكم الظروف نتاعي ما كانتش تسمح لي، وحشتوني بزاف. دونك فيديو اليوم فغادي يكون ان جورني دو مونسيات، وغادي يكون هيلتي في اطار التخلص من البطن، انقاص الوزن وتحدي البنات. كل نوبه نحاول ندير لكم دي غوسات اللي هما هيلتي اللي هما صحيين، وغادي يكون فطور وغداء وعشاء في اطار اللي هو او قالب اللي هو روتيني. في اخر اسبوع ديال العام الدراسي غادي نخرجوا، غادي نتسوقوا، غادي نشارك معكم افكار ديال هدايا للمعلمات، بزاف ديال الاشياء اللي شاركتهم معكم بكل حب. هنايا بالنسبه للفطور ديال الصباح غادي نقترح عليكم سلطه دو فروي. تنحاول دائما في كل فيديو يكونوا افكار اللي هما جديده. هنايا سلطه دو فروي عصرت لها هرش شويه ديال الحامض، وغادي نوري لكم كيفاش ديروها سلطه دو فروي كوم غوتي للوليدات بعد قليل. وبعد مرات نخوض معها جو ديتوكس اللي ديجا انا وريت لكم طريقه ديال التحضير ديالو في الفيديوهات على قناه سوبا. وانا يا تندير طالما كيحيت غادي نخرجوا دابا، غادي ندردش معاكم شي شويه. دونك تندير هادي غنغطي البشره نتاعتي، حتى بان مؤخرا فبزاف ديال الشابات والشباب بصفه عامه، وخصوصا الشابات، واش نتوما معايا في هذه القضيه هذه؟ بزاف ديال المرض الخبيث تيقيس السيدات، وبزاف ديال المرض الخبيث تيقيس السيدات والشابات الصغيرات. السيده ماشي بحال ديك الساعه كانت في الدار مقبله الوليدات اللي جاب لها راجلها فهو هذاك، لا السيده خاصها تخدم. خلي على الناس اللي عندهم مشاريع تخرج لهم مشكله من هنا، مشكله من هنا، مشكله من هنا. شكون اللي تيشوف راسو في هذه الحاله خاصو يرد البال وخاصو يدير ستوب. خاصنا نديرو واحد الوقفه، ما نحاولش ندير شي حوايج اللي هما اكبر من الطاقه نتاعتي. فين تينفعوا الفلوس؟ حاجه وحده اللي الفلوس تيكونوا تيقولوا واو هانينا في الحاله ديال الصحه، فاش تكون مرض وتيكون عندك واحد المرض اللي هو خايب بزاف 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 وتيحتاج الفلوس بزاف بزاف بزاف. المهم غادي نتلاقى معكم عاوتاني في التحت. صافي بدات هي تيقول لينا كوكو. وفي هاد لي سولد هادو انايا فاش نشري الحوايج ديال الدخول المدرسي. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو بعض الصبيبيطات هكا هي الوليدات، الا لقيناهم لسريا ويانيس. ميسا خلاص ما بقيتش ندخل فيها انايا نهائيا، لحقاش حتى حاجه ما تتعجبها. دونك نخليها على خضره، وفي الاخر تتلقى راسها ما شاريه والو. ان شاء الله فكاع الشكشي اللي شريت لهم غادي نوريه لكم انايا في الفيديوهات ديال باك تو سكول 2024 2025، وغادي نعطيكم بعض الافكار كيفاش نصايبوا هكايا باني كادو لي ميتريس. سينو انا خاصني ثلاثه هي لسوريا، وهما غادي نشري لهم غير دي باكيت ديال الشوكولات، ووحده ديال تانيس هي اللي غادي تخرج، هي اللي انا بغيت ندير لها باني يكون مقاد ومصايب فيه دي بتيت شوز، وعزيزه بزاف على يانيس. وغادي نشوف الا لقيت شي حاجه باش ان شاء الله نصايبوا لها باني فريمون زوين بور لا فان دو لاني سكولير. سي بارتي.
حنايا شريناه وغادي نديرو ديغيستاسيون لحقاش لقينا لي شوكيت. ولكن راه عندهم خطيرين، هما دي بتيت شوكيت دايرين بحال هكا وعامرين بلا كريم. يا سلام قلت لي يبدا، قلت لها يبدا بينا نديرو ديغيستاسيون دو لا فواتور. غاد ما يسا كيفاش غادير ديغيستاسيون. هما صدرين بحال هكا ناعسي باردين وسخون الحال. عندي ليسا سي بون وي. وخديت هذايا ميرسي بور سيت اني، دايره بحال هكا بيت بوجي. يعني سخطر لي عاوتاني هذا، دونك هذايا بابا لقاش كان معايا راجلي فاش تخدينا عند جيفي، خدا خدا لسوريا وخدا لسوريا هادو توم من عند جيفي، وسينو خدا ليه هو هاد الكاس هذا. يا تعجبكم هاد النوعية ديال الفيديوهات ما تنساوش تخليو لايك لهاد الفيديو هذا شتي يفرحني، وسيغتو اكتبوا لي التعليقات نتاعكم، التعليق ديال اليوم تكتبوا لي فيه عطلة ديال الصيف او تكتبوا لي فيه الشمس تو سامبلومون. فصل الصيف تيعجبني بزاف ندير لي سلطات، ندير معاهم شي شويه ديال الزيت، ولكن خاصها تكون اروماتيزي وتتكون في ميزون. راني تندير شي شويه ديال الفلافل اللي كلشي تنجففو في المجفف الكهربائي، البصله حتى هي تنجففها، شي شويه ديال الثومه حتى هي تنجففها. تنخليهم هكا هي 3 تسويع ديال المكنه في المجفف الكهربائي، تنديرهم في واحد القرعه تكون مغسوله مزيان وتكون انفكتيه مزيان، وتنزيد عليهم زيت الزيتون. تنخليهم هكا هي شي اسبوع، وعاد ديك الساعه نقدر انايا نستعملها. تندير شويه ديال الاعشاب المنسمه باش هكا يمكن الاعشاب المنسمه ديروهم او ما ديروهمش دونك على حسب، ولكن انايا جاوني فريمون زوينين. دونك بالنسبه لهاد الويل هذه فجت رائعه جدا، بالنسبه للبيتزا، بالنسبه للسلاد، بالنسبه للبلان تاعكم، بالنسبه للفطائر هكا تبغوهم يكونوا فيهم تيتوشي شي شويه تعطيك الحروريه مع التنسيمه من السما، هي زيت من السما من داكشي وصنع منزلي. كيفاش تحيدي الكرش نتاعك بسرعه من خلال اتباع نظام غذائي يوم بيوم، وصفات عديده جديده كل يوم، وصفات اللي تقدر تنسيكم في الاخرى. تبعوا النظام اللي انايا درت راه شهر وانا متبعاه، بقاو معايا في الاخر ديال هذا الفيديو هذا، غادي يديكم الى فيديوهات حدين اخرين اللي تعجبكم هذه النوعيه ديال الفيديوهات. ما تنساوش نخليو لايك لهذا الفيديو هذا. دونك بالنسبه لهذه الزبيده هذه تنزيد عليها شو شويه ديال الاعشاب المنسمه، تنخليها لمده اسبوع، وغادي تشوفوني في الاخر باني تنزيدها في واحد السلطه اللي غادي تكون عباره عن غداء. دونك عباره عن سلطه ديال الموزاريلا بالبيض، فيها شي شويه ديال لي طوماط. دونك فطور كانت سلطه دو فروي، في الغداء سلطه دو موزاريلا. بقاو معايا باش تشوفوا معايا العشاء. دونك خذوا الاشياء كما انا تنحطها، وانت ان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه بشويه بشويه.
اللي شريناه، وغادي نديرو ديغيستاسيون لحقاش لقنا لي شوكيت. ولكن راه عندهم خطيرين، هما دي بتيت شوكيت دايرين بحال هكا وعامرين بلا كريم. يا سلام، قلت لي يرد، قلت لها يرد بيان نديرو ديغيستاسيون دو لا فواتور. غاد ما يسال كيفاش ادير ديغيستاسيون. هما صدرين بحال هكا ناعسين باردين وسخون الحال. عندي ديسا سي بون وي. حتى جرى لينا نسينا السيكان وما لقيناش السيكان، وين درنا كلشي في الشاريو. هيا خديت فانتا وخديت اورانجينا صغيورين، دونك خديت سوسيسون حلال، دونك هذايا خديت فخوماج بلون، هذايا الراجل اللي تيزيد معاه الفواكه الجافه في الصباح وحتى في الليل كوم ديسير. دونك خديت طوماط كونسونطري ديال بولبا فريمون رائعه، خديت لي زيشالوت، خديت البيض ديال السمان حيت غادي ندير لهم دابا يمتي سلاد غاكي بوليتي، وخديت لونتي حيت في المنيو غادي يكون ان شاء الله العدس في الاسبوع. خديت دي برون الخبز هكايا طرونشات، وخديت دي برون خبز هكا داير بولي ساندويش، هذايا فريمون رائع جدا بالنسبه لي سيرفيات كوتيديان. وبالنسبه للخضر نوريكم بعدا، انا خديت شي شويه ديال المشمش مالي بيش، خديت شي شويه ديال القزبور، خديت شي شويه ديال الافوكا، خديت شي شويه ديال الليمون، وخديت شي شويه ديال مارتيشا. اول نوبه ندير لكم هاد غوتور دو كورس ديال الطوموبيل والشميسه. هنايا انا شتي لوتر موان 68% دونك سافو الكو الغسيل ديال المعام، وهذايا خديتو الراجل اللي هو اللي تيخوضو تيكون فيه سيسون سكر.
بالنسبه لباختي رقم 2 هنايا خديت الورق ديال التواليت حاشاكم، دونك ناخذ لا مارك روبير، دونك الياغورت تنخذ هذايا غريك فريمون رائع. دونك لي بتيت سوك دائما تيكونوا عندي جوج الصرايا وما عجبتها شي حاجه درتها، دونك خديت هذايا بالنسبه للتصبين ديال الحوايج، ولكن لو دوزيام سي موان 60% نوريو لكم بعد قليل. دونك هذايا خداتو ميساء. وبالنسبه للروز فكنخذ هذا ديال مارك باسماتي، حيت غادي يكون ان شاء الله واحد الفلون في هذا الاسبوع هذايا. دونك خديت الحليب دو كونسونطري، خديت شي شويه ديال التفاح، وخديت لا ماش كوم سالاد، خديت شي شويه ديال الحوت، وخديت بالنسبه للكافي فرج اللي هو تي خضره، وخديت البلون دو داند، خديت شي شويه ديال ليزيبينا غادي نديرهم في لا سالاد، وهاد الزبده ناخذ لا مارك روبير. وهنايا البنات تنخذ دي بتي طوماط، هادو كانوا اون بروموسيون، وخديت هاد دانيت الصورايا ديال الاسبوع باكمله، هاد لي كورسا ديال الاسبوع باكمله، خديت شي شويه ديال الفرماج حيت لو ميركودي غادي يكونوا دي كريب بالفرماج، وخديت شي شويه ديال لي بات اليوم، خديت الزيت تنخد هادي فريمون رائعه، هادي لا مارك ايكو، خديت شي شويه ديال لا مايونيز، تعرفوا تندور بزاف لي سالاد هيلتي في فصل الصيف، خديت هدايا ديال غسيل اليدين ديال لو بيتي مارسي ما تيحرش اليدين، وبور الدراري سوريا ويانيس لولو غادي خديت لهم جيل كور اي شوفو ديال لا مارك ميكسا. دونك شاك ميركودي فتيكون عطيه شي حاجه مغايره، هاد النوبه خديت لهم البانكيك تعرفوا ولاد العطله وداك الشيء كاع كله، وخديت البنان، دونك خديت لهم ثلاثه من هادو كل نوبه غادي تشوفوهم. و فوالا خديت واحد الكونكومبا بالنسبه للي سالاد. دانيير بارتي فهي هادي، المهم خديت البيض تنخد واحد اللي هو هذا، وتنخد عاوتاني هذا تيديروا فيه بزاف، وحيت دابا غادي نديروا ان شاء الله لي كريب لو ميركودي. لي كريب تنشري هادو يا البنات فريمون رائعين، فيهم وحده اللي هي غراتوي. داري غادي نمشيو للبيكنيك لحقاش هذا هو اخر اسبوع ديال المدرسه، دونك غادي نمشيو للبيكنيك فخاصهم شويه ديال لي شيبس، دونك خديت شويه ديال الحمص كوم كومبليمونتير بالنسبه لي سالاد دون لا سيمين، وخديت بالنسبه للبودره ديال الكاكاو فتنخذ لهم هذا للصباح، دونك خديت شي شويه ديال الياغورت هذه هي ديال يانيس، دونك هادو خديتهم حلال لراجلي، دونك هذا تنخذو ليا انايا ديال كيندر، دونك هذا هو الواحد تنخذ ليا انايا الاسبوع باكمله، هذا عاوتاني ديال راجلي سون سكر انايا عامر بالسكر، غير انايا كما تنتبع نظام غذائي اللي هو صحي، ولكن عندي مره واحده في الاسبوع جم في بليزير، دونك تنخذ ان بتي باكي اللي تنخذ فيه مره واحده في الاسبوع ولا جوج نوبات، غير باش نحيد عليا ديك لا فريستراسيون ديال النظام الغذائي اللي تيكون هكا غير فيه لي سالاد لي سالاد. اونسويت هنايا خديت شي شويه ديال شوفوا شي فين الناس، دونك هنايا خديت شي شويه ديال لي بوم دو تير، هنايا خديت الخبز ديال الصباح، وعاوتاني لي بانا لحقاش يتناولوهم بزاف، وخديت هنايا شي شويه ديال لي بات، ويانيس هذه بالنسبه للرحله نتاعو خديت ليه يمكن بوكاي دايره بحال هكا. اي فوالا دو ما عرفتش يطرطقوا علينا هنايا بوحدي اللي بقيت، شوف انا بوحدي اللي بقيت في الباركينغ تندير لكم غوتور دو كورس. دونك خديت الكونفيتور هذايا ديال لي فريز، وخديت شي شويه ديال البات ديال الشوكولات هذايا ديال ميساء اللي خداتو لي دوش، وخديت لا فارين، خديت شي شويه ديال لي كيوي، وخديت الحق اللي بغيت ندير كيك ديال كترة قادر، دونك خاصني فيها الفرماج، دونك خديت هذا، وخديت هذايا باش ندير الكيكه. فوالا دونك هذا بالنسبه لا ديغنييغ بارتي ديال غوتور دو كورس.
دونك بالنسبه للباني الاولاني فخديت هاد لاجوندا هادي فيه ف خديت دي كارت لحقاش غادي نكتبوا ليهم في لي كارت عندنا اربعه وخديت هاد الباك هذا من عند من اكسونكم 1.40 هاد الباك هذا فريمون زوين حلو هادشي كاع كلشي غادي نحلو غادي نصيبو انا وياكم في الدار دونك بالنسبه للباني ديال ميتريس ديالي يانيس فاش تبعد يوتيوبرز هكايا فرنسيين تيستعملوا هاد لي باني هادو فريمون جاو زبيونين شو معايا بحال هكا وتتعمري داكشي اللي انت بغيتي خديت هذا باش نديكوري البانيي تاس لي موج على طاس البولا ميتر البوش على طاس زوينه فريمون زوينه فوالا 4 بات دو شوكولا بولي ميتريس مي دو كو يان اورا اون بور مي فوالا نو دونك خدينا اليوم سيليبراسيون وبزاف اللي نصحتوني بهذا لو برودوي هذا غادي نجربو
حبيبات شكرا لكم، شكرا للحب نتاعكم. نتمنى هذه النوعيه ديال الفيديوهات الى اعجابكم، بما اننا صافي دابا حنايا في فصل الصيف. مرحبا بكم، القاكم ان شاء الله قريبا، او بقاو معايا هنايا راه كاينين جوج ديال الفيديوهات، وركوا على واحد فيهم جوجهم غادي يديكم الى عالم اخر. الا كنتم من الناس اللي تقلبوا على الغذاء، الغذاء اللي هو صحي، على الرشاقه، على كيفاش نقصي من الوزن، كيفاش تخلصي من الكرش، وركوا على هذا الفيديو اللي كاين هنايا، راه مفيد جدا للسيدات وفيه نظام غذائي من ا زد مع بزاف ديال النصائح. سينو فعاوتاني روتين واحد اخر يديكم عاوتاني الى عالم اخر، وركوا على هذا الفيديو هذا اللي كان هنايا. القاكم ان شاء الله في واحد فيهم. باي باي.